السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة معلومة على الماشي، واستكمالا لما قلناه في الحلقة السابقة وشرحنا الفرق بين الفيروس والبكتيريا، ودي كانت تمهيد لحلقة النهاردة واللي هنشرح فيها كل ما يخص لقاح السينوفارم من حيث التكوين وتركيب اللقاح وآلية عمله، ونعرف الفرق بينه وبين لقاح فايزر واسترازينيكا ونسبة حدوث الجلطات في كل لقاح فيهم. الأول اللقاح اسمه السينوفارم أو البي بي اي بي بي كور في أو انأكتيفيتد فاكسين، نظرا لآلية عمل اللقاح انه بيعتمد على فيروس غير فعال. الصوره اللي قدامنا دي فيروس كورونا كامل من حيث الكبسيد اللي هو الغلاف والسبايك بروتين والماده الوراثيه الار ان اي. هناخد الفيروس ده ونستخدمه في انتاج اللقاح. الفيروس ده فعال، محتاجين نخليه غير فعال ونعمل منه نسخ كتير علشان ايه نقدر نستخدمه، وده هيكون بعده خطوات هنشوفها مع بعض ان شاء الله. اول حاجه احنا عاوزين نعمل نسخ كتير من الفيروس علشان نقدر نستخدمه، فهنحقنه في خلايا اسمها الفيروسيل، ودي المانكي كيدني سيل، ودي واخدينها من كليه القرود. فالخلايا دي تعتبر مزرعه مناسبة جدا للفيروس زي ما قلنا في الحلقة السابقة، وعرفنا ليه ما ينفعش نزرعه في دم او بلازما او اجار زي البكتيريا. عامة الخلايا دي بيئة مناسبة لزراعة الفيروس وهيقدر يتكاثر زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا. الوقت الخلايا دي كلها بات انفكتد مصابة بفيروس كورونا، وهتبدأ في عملية الريبليكيشن الانقسام اللي هينتج عنها الاف النسخ من كورونا فيروس. الخطوة التانية بنحط الخلايا دي في فلاتر معينة علشان نقدر نستخلص منها الفيروس. زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا ده فيروس كورونا استخلصناه من الخلايا وما زال الى الان فعال. هنضيف عليه ماده اسمها البيتا برو بريلاكتون. الماده دي وظيفتها ايه؟ البيتا برو بريلاكتون هتدمر الماده الوراثيه للفيروس اللي مرسوم باللون الاحمر. بكده هيبقى عندنا كورونا فيروس بدون الماده الوراثيه الار ان اي، يعني فيروس كامل بدون الماده الوراثيه، يعني مش هيقدر ينقسم. طيب ايه اللي ياكد لنا انه مش هينقسم؟ هنزرعه تاني في فيروسيل ونتاكد. لما نتاكد انه مش هينقسم بيتحط في حقن ويبدا يستخدم كلقاح. اول ما بنحقن اللقاح في جسم الانسان في خلايا هتبلعه زي الناتشرال كيلر والمايكروفاج، فاول ما بتبلعه هتقطعه لقطع صغيره وهتخليه على سطح الخليه. بعدين بتيجي خلايا المناعيه زي البيتا سيل والتي سيل ويبداوا يتعرفهم على السبايك بروتين الخاص بالفيروس، وبعد فتره بتبدا في تكوين الانتي بودي المضادات المناعيه ضد فيروس كورونا. سريعا كده نلخص الحلقه: جبنا فيروس كورونا فعال، حقناه في فيروس سيل علشان يتكاثر ويكون عندنا منه نسخ كتير، استخلصنا الفيروس وطلعناه من الخلايا عن طريق فلاتر خاصه، كده بقى عندنا فيروس كورونا مستخلص وفعال. هنضيف عليه ماده البيتا بروبريلاكتون علشان تدمر الماده الوراثيه للفيروس، فيكون عندنا فيروس كورونا كامل لكن غير فعال وملوش قدرة على الانقسام. فبنحقنه في فيروسيل عشان نتأكد انه مش هينقسم. اول ما نتأكد نبدأ نحطه في حقن ونحقنه في جسم الانسان. اول ما يدخل جسم الانسان هتبلعه خلايا زي الناتشرال كيلر والمايكروفاج وهتقطعه لقطع صغيرة وتنشره على سطحها، وبعدين بتيجي الخلايا المناعية زي التي سيل والبيتا سيل ويبدأوا يتعرفوا على السبايك بروتين الخاص بالفيروس، وبعد فترة يبدأوا في تكوين المضادات المناعية ضد فيروس كورونا. طبعا الكلام ده بيختلف تماما من اللقاحات التانية زي الفايزر بيعتمد على تقنية الماسنجر ار ان اي، والاسترازينيكا بيعتمد على تقنية الادينوفيروس اللي هي تقنية الدي ان اي. وطبعا ما نقدرش نقول ايه افضل من ايه، لكن حبيت بس اوضح طريقة عمل اللقاح بشكل مبسط، ويا رب تكونوا استفدتم، والى اللقاء في حلقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.